والآن ما أخبار الطقس؟ تقدمها آية الكفوري. إليك آية. شكرا لكم. والآن محليا وعالميا نتابع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من القاهرة: العظمى 34، الصور 24، الإسكندرية 31، 24، مطروح 30 23، بورسعيد 31 25، والإسماعيلية 35 24، أيضا السويس العظمى 35، الصغرى 24، العريش 31 23، طابة 35 27، شرم الشيخ 39 29، والغردقة 37 29، أيضا الأقصر العظمى 43، الصغرى 28، أسوان 44، والصغرى 29، الوادي الجديد 40 27، شلاتين 41 29، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 26. أما مشاهدينا عن درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.